وزارة الصناعة النهاردة عقدت مؤتمر صحفي حوالين فعاليات مؤتمر التكتلات الاقتصادية الثلاثة، والمؤتمر ده بتستضيفه في مصر في الفترة من 6 ل 10 يونيو 2015 بشرم الشيخ، وبيحضروا 26 رئيس دولة إفريقية. نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. في إطار التحضير لمؤتمر اندماج التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاث الذي تستضيفه مصر في الفترة من 7 حتى 10 من يونيو وبمشاركة 26 دولة إفريقية، عقد وزير التجارة والصناعة مؤتمرا صحفيا للوقوف على آخر الاستعدادات، إضافة إلى الاستفادة من إقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة. ستعقد اجتماعات الخبراء واجتماعات الوزراء ثم اجتماعات التي ستضم رؤساء 26 دولة تقع في شرق أفريقيا للإعلان عن اندماج التكتلات الثلاثة اللي هم الكوميسا والإي إي سي اللي هو تجمع شرق أفريقيا والسادك وهو تجمع جنوب أفريقيا. استضافة مصر لهذا الحدث الإقليمي الهام هو تأكيد على استعادة مصر لدورها الريادي على مستوى القارة الإفريقية، إضافة إلى زيادة الصادرات المصرية إلى دول أعضاء الاتفاقية. هذه خطوة عظيمة نحو الاندماج الذي تحلم به الدول الإفريقية جميعها، واندماج القارة الإفريقية كلها في وحدة وكتلة اقتصادية واحدة. هذا الاتفاق يأتي تنفيذا للتوصيات الصادرة عن القمة الرئاسية التي عقدت في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا عام 2011. اندماج التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاث يمثل مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري في المرحلة المقبلة، وسيسهم بشكل أو بآخر في فتح منافذ جديدة من الصادرات المصرية في السوق الإفريقية. أحمد فرج، الحياة اليوم.